مساء الخير مشاهدينا، واهلا بكم يوم جديد وحلقه جديده وبرنامجكم مع شيرين. مشاهدينا، النهارده الثلاث 7 يوليو 2020 و16 من ذو القعده 1440. امبارح طبعا كلنا تلقينا خبر وفاه وزير الدوله الانتاج الحربي، هو الرفيق محمد سعيد العصار. طبعا وزير الانتاج الحربي شخصية محترمة جدا وكلنا بنحبها جدا جدا، وهو قائد عسكري مصري من الدرجة الأولى، لأننا كلنا بنحترمه في شغله، وإنسان هادي وحكيم بطبعه. طبعا الرفيق الفخري محمد العصار منحه الرئيس عبد الفتاح السيسي وشاح النيل، لأنه هو كمان عاصر وحاضر الدولة في عز طبعا ما كانت بتقوم على رجليها كده وبتبدأ من أول وجديد، تبقى دولة جديدة ومصر في ثوبها الجديد. الصراحة هو واجه طبعا حاجات كتيرة جدا في بداية 2015 منذ تولي وزير. وطبعا احنا طبعا بنقدم خالص التعازي لأسرة الرفيق الفخري العصار، وكمان بنقدم خالص التعازي لأسرة وزارة الإنتاج الحربي. هو مقاتل وشارك كمان في حرب 67 و73. بنقدم خالص التعازي ليهم كلهم. وكمان سنة 2020 فعلا هي سنة صعبة جدا علينا، وكلنا فقدنا ناس عزاز علينا جدا في سنة 2020، لدرجة في ناس بتقول ان ده عامل حزن. يعني احنا ما بقينا دلوقتي كل يوم بنقابل حالات وفاة شخص عزيز عليك، قريب منك، في مجالك، في شغلك، في كل مكان. طبعا الحياة بتستمر، والله يرحمهم كلهم جميعا. وفعلا هو قائد عظيم وعسكري عظيم جدا جدا في مجاله، وأكيد كلنا بنترحم عليه، الله يرحمنا جميعا. مشاهدينا، طبعا كوفيد 19 حير كل البشرية كلها، وفي دلوقتي احنا رجعنا للعودة التدريجية. طبعا قسمنا العودة الإغلاق التام أول حاجة، بعد كده العودة تدريجيا، بعد كده العودة التامة. ولكن احنا في ذروة الفيروس كورونا، في علماء 200 عالم حدد وقال ان فيروس كورونا بينتقل عن طريق الهواء، دي آخر حاجة توصلنا ليها. ولكن لغاية دلوقتي احنا كله الفيروس كورونا بينتشر، وبينتشر بطريقة سريعة وكمان مميت. لغاية دلوقتي احنا مش عارفين هنتابع معاه ايه، ولكن علينا الاجراءات الوقائية والاحترازية زي التباعد الاجتماعي وكمان لبس الكمامات، مهم جدا جدا. تعالوا نعرف اكتر واكتر عن كوفيد 19 واخر المستجدات مع الدكتور احمد شاهين، استاذ علم الفيروسات بجامعة الزقازيق. اهلا بحضرتك يا دكتور احمد. اهلا وسهلا، مرحبا. مرحبا بحضرتك وشرفتنا. طبعا حضرتك يعني قيمة كبيرة جدا في علم الفيروسات يا دكتور أحمد، ولغاية دلوقتي فعلا احنا مش عارفين نتعامل ازاي مع الموضوع، واحنا رجعنا تاني عودة تدريجية، رجعنا تاني بقينا ننزل الشغل ونتعامل، والأنشطة الرياضية فتحت، والسياحة الداخلية، وبقينا ننزل ونتعامل ونتعايش مع بعض. ولكن دكتور أحمد، دلوقتي في علماء وباحثين بيقولوا ان دلوقتي بينتقل عن طريق الهواء، هل ده صحيح؟ يعني الأول كنا بنقول مسار العدوى كان عن طريق الأسطح أو نلمس إيدينا أو فمنا فبينتقل، وبرضو لو حد قريب مني عنده كورونا أنا ممكن أتعدي من التنفس، ولكن دلوقتي عن طريق الهواء. رأي حضرتك، وهل ده صحيح أم خطأ؟ أولاً، انتقال العدوى عن طريق هذا الفيروس، إحنا بنقول الفيروس لا زال غامض ومعقد، ولا زال طبعا مثير للجدل. هذا الفيروس طبعا لحد النهارده بكره بنقول عليه لا زال ان هو فيروس غامض قاتل، طبعا ومعقد وما الى غير ذلك، ولكن هو ينتقل اساسا عن طريق الرذاذ المتطهر من المريض من انسان لانسان. كلمه هواء، لو ان قلنا جدلا ينتقل عن طريق الهواء، طبعا دول اراء لسه جديده ولم تثبت صحتها. يمكن في ناس قالوا
بعض العلماء قالوا والله ان الفيروس منتقل عن طريق الهواء، ده يمكن بحث واحد اللي اتعمل، لكن ابحاث عامه ووزاره منظمه الصحه العالميه اقرت ان هذا الفيروس ينتقل بالرذاذ المتطاير، شانه شان اي الامراض التنفسيه الاخرى. اللي احنا بنقوله احنا النهارده زي ما قلت لحضرتك في منذ الحلقه السابقه ان الفيروس ان هذا الفيروس يعني احنا في مرحله الزهره، او ان شئت بقول انه في مرحله يعني النزول يعني او الانخفاض. هذا كلام منضبط. احنا بنقول هنا في مصر مرحله الذروه هتكون في يوليو اللي هو شهر 7. احنا الاسبوعين الاولانيين هنلاحظ في انحسار للفيروس يعقبه فتره من الثبات. هذا الامر طبعا يعني يطمئن الى حد ما، ولكن هنقول نسال نفسنا سؤال كامل، هل يا ترى هذا النزول او هذا الثبات او هذا الانخفاض النسبي للفيروس؟ احنا بنقول الانخفاض صحيح نسبي، ولكن طبعا الارقام برضه لا زالت عاليه، ولكن احنا بنقول هل ده يرجع للفيروس كفيروس ضمن الصفات احنا بنقول لازال غامض. ايوه الفيروس له طبعا له صفاته وله مقوماته اللي هو بيعمل بيها المرض كوفيد 19، ولكن هذا الامر متعلق، هل هو متعلق بتصرفات الفيروس ام بتصرفات المواطن او سلوكيات المواطن؟ طبعا احنا بنقول اي شيء في الدنيا له عوامل وله مقوماته وله دعاماته. انا بقول الفيروس اي فيروس من الامراض التنفسيه له حده، بعدين بينخفض بيرتفع مره اخرى اللي بيسموها الموجات او الموجه الثانيه او الاولى او غيره وغيره. طبعا احنا بنقول الامراض التنفسيه بتسلك مسلك موج البحر اللي هو الموجه اللي بيكون عنيفه شويه وبعدين بتهدأ، زي بيسموها الموجه الزلزال او بيسموها تسوناني، بتبدا عنيفه جدا وتهدا وبعدين تبدا مره اخرى. طيب دكتور، احنا بنقول دكتور احمد، يعني مؤخرا يعني بدات تصريحات تطلع ان احنا بدانا السيطره على كوفيد 19، هل ده صحيح ولا لسه في حالات وفيات ولسه في حالات اصابه؟ لا لا، السيطره دي لسه احنا هناك لما نخلص شهر يوليو بحاله نقول والله بقى احنا بدانا وشفنا الثبات، والثبات ده استمر معانا، الارتفاع اللي كنا شفناه وبعدين اللي هو النزول ثلاث ايام متتاليات زي ما حصل في الفتره الاخيره دي، يعني احنا بنقول دي طبعا. ودكتور احمد دلوقتي احنا بقينا في كل واحد نزل شغله وكل واحد فتح محله، واللي نزل يتعايش بقى حياته الطبيعيه عادي، لان طبعا عايزين برضو نشتغل، لان الاقتصاد يعني كلنا محتاجين طبعا الفتره دي ان احنا ننزل ونشتغل، لان قعدنا فتره طويله جدا. طيب هذا الكلام خطير جدا جدا. احنا بنقول احنا بمرحله التعايش والتاقلم، وبدانا نخفف القيود للانتاج لاداره عجله الانتاج والتوازن بين صحه المواطن والتوازن بين مكاسب الانتاج وخسائر الارواح. احنا بنقول الكلام ده يعني عشان المعادله ازاي تمشي، لكن انا كمواطن لازم التزم. لازم التزم لان احنا لسه في مرحله العوده تدريجيا، يعني لسه، والا هنعود تاني بموجه اخرى اشد وانكر من هذا الامر. طيب حضرتك برضو دكتور احمد تنصحهم بايه مع التعايش فيروس كورونا؟ مع التعايش او التاقلم مع هذا الفيروس لابد من الالتزام. طبعا احنا بنقول الحاجات دي كلها، التعايش والتاقلم ده مرهون او بنراهن على سلوكيات المواطن من التمسك والالتزام بالضوابط الوقائيه من الكمامه. اولا الكمامه يعتبر خط الدفاع الاول، المرض موجود، احنا بنقول عملنا يعني نافذه للانتاج، لكن المرض ما هو موجود. المرض موجود يبقى اشتغل واحمي نفسي. لازم القناع، القناع بيساوي 90% من الحد من الفيروس. التباعد يعتبر طوق النجاه في هذا الامر. المسافه الامنه اللي تعتبر حجر الزاويه. غسل اليدين يعتبر ذروه الامر وذروه السلامه.
افرادنا احنا. وساعات انا ملبس القناع حتى اهملوا لي من دول، ودي كارثه من ضمن الكوارث لابد التزام به، حتى انا بديني احساس زائف انني عملت كل اللي علي. ولبسه غلط او مثلا مش مظبوط او غيره وغيره. طبعا دي من ضمن الحاجات يعني احنا ما بنتعاملش بضميرنا كمان، يعني لما نيجي نلبس القناع او نغسل ايدينا او بنستهتر في الموضوع. مش دلوقتي اصبحت الكوره في ملعب امني في نفسه، دلوقتي اصبح الالتزام كل انسان. هو احنا مشيناك عاجل في الانتاج، انت بقى مسؤول عن نفسك انت بقى. صح، هي مرحلة السيطرة، لكده ممكن نقابل الخطر الأكبر وما نقدرش نسيطر على المرض طبعا. طيب دكتور أحمد، الشخص المتعافي من فيروس كورونا هل بيرجع له تاني وبتحصل مضاعفات؟ الشخص، أنا عايز بس أقول يعني إيه معنى متعافي وإيه معنى موجب لسالب. موجب لسالب يعني يأخذ منه النزحة أثناء مرضه، بتلاقيه موجب انا بشخصه على اساس المسحه اللي باخدها منه. سالب يعني بعمل له مسحتين في نهايه المطاف اتي الحمد لله خالي من الفيروس، ده اسمه يعني سالب من موجب لسالب. ولكن المتعافي اللي هو بيكون يعني صحته خرج من المستشفى صحيح جيد جدا وصحته يمشي ويتحرك وغيره وغيره. اما موجب لسالب يعني الفيروس راح لكن لا زال في تعب عنده، ضعف مثلا، يعني في بعض المشاكل الاخرى اللي هي دي تعوق مثلا حياته، ولكن دي يعتبر شيء عظيم جدا من موجب لسالب ان هو خلاص عدى الشر، ولكن طبعا في خلفيات عنده لا زالت ضعف عام هزال. بس ممكن يا دكتور احمد يتعامل مع الناس عادي ومع الاسره عادي اذا هو تعافى موجب سالب؟ الله الله على السؤال الجميل. اولا المتعافي خطا للجميع، دول احنا بنقول المتعافي لما يخرج من المستشفى لابد ان هو يحجز نفسه 14 يوم عن جميع الحاضرين تحسبا هو ما عندوش فيروس ولا حاجه، لكن تحسبا من حدوث اي مشاكل اخرى. ولكن طبعا بياكل عادي ويتحرك وهو الاخر، ولكن لابد من العزل برضه يعني لبلوغ ذروة الامان والسلامه. صح، واللي حوله مظبوط. السؤال الثاني اللي سالتيه اللي هو هل المتعافي ممكن يمرض مره اخرى؟ طبعا هذا الامر سؤال عظيم جدا. ممكن المتعافي، واحنا قلنا من واحد في الألف ممكن يحدث ذلك، وده يمكن ما حصلش في مصر الا نادر جدا، يعني مصر كلها نادر جدا لما حصل ان متعافي حصل له كذا، لكن يجوز واحد في الألف يعني. طبعا نصيحة دكتور أحمد طبعا لمشاهدينا، لأن لسه عندنا استهتار ولسه مش واخدين الموضوع بجد، مع أن احنا لسه في المرحلة الصعبة برضو، لأن التعايش واللي احنا نزلنا عشان نشتغل ونحاول نشغل عجلة الإنتاج طبعا ده شيء مهم جدا، عشان في دول تانية دلوقتي بقى عندها مجاعة وعندها مشاكل كتيرة جدا. فدايما احنا بنحب نكون مسيطرين على الموقف، بس أهم حاجة التوعية. دكتور أحمد تنصحهم بإيه؟ اولا الالتزام، احنا بنقول التعايش والتاقلم مع الفيروس ده شيء عشان الناس تاكل عيش، جنبا الى جنب الالتزام بالضوابط الوقائيه زي ما احنا قلنا كذا وكذا وكذا، والا هيحدث ما حدث في الدول الاخرى حاليا، انهم رجعوا قفلوا وعملوا اغلاق تام لبعض الولايات زي ما حصل في بلاد ثانيه، يعني في اغلاق تام، يعني بدل ما هم بدا خففنا عنهم الحظر شويه والقيود، الحظر دول بداوا ان هم غير ملتزمين بهذا الامر وغير ملتزمين بالضوابط الوقائيه، بدانا حصل بقى كوارث ثانيه بوفيات وحالات كثيره جدا حصلت، لدرجه ان هم قفلوا هذه الولايات قفل. يعني طبعا احنا بنقول للمؤلفه والمشاهدين والمضيفين، نقول لابد من الالتزام خشيه حاجه من الاثنين، يا اما لو طبعا عندنا مؤشرات اللي بها الدوله، ممكن لو حست بموضع الخطر وخوف على خوف على روح المواطن ان هي تروح راجعه ثاني للاغلاق التام. مشكله، يا اما تحدث موجه اخرى من الفيروس التي زي ما احنا قلنا في الاول يكون اشد من الاولى
وربنا يعافي مصر كلها يا رب يا ويشفي. دكتور احمد. طبعا هو فيروس غامض فعلا زي ما حضرتك قلت وسريع الانتشار، وعلينا فعلا واحنا ممكن بايدينا نقدر نسيطر على الموضوع بالتوعيه والاجراءات الوقائيه. بشكرك جدا دكتور احمد شاهين استاذ علم الفيروسات بجامعه الزقازيق، بشكرك جدا على معلوماتك القيمه والجميله. طبعا شيء مهم جدا ان احنا ناخد بالنا في الفتره دي، لان فعلا هي فتره صعبه جدا، حتى الدول اللي حصل فيها انفتاح جامد وبداوا ينزلوا ويروحوا ويجوا حصل ارتفاع في عدد الاصابات وحاله الوفيات طبعا. فاحنا بالتالي لازم يكون عندنا توعيه سليمه جدا بالاجراءات الوقائيه والتباعد الاجتماعي ولبس الكمامات ونستخدمها ايضا بطريقه صحيحه. طبعا مشاهدينا الفقره الثانيه هنتكلم عن موضوع مهم جدا جدا، بعض وسائل الاعلام كانت ما بتحبش تتكلم فيه، ولكن للاسف التكتم على اي موضوع او ظاهره غير صحيه في المجتمع بتؤدي الى انفجار وتفشي، وكمان بتهدد الامن العام والامان في الدولة. علشان كده احنا لازم يكون عندنا توعية للمشاهد، وان احنا نقدم له بصورة صحيحة وكويسة، وان هو ما ياخدش معلوماته من السوشيال ميديا ويعرف المعلومات الخاطئة. هنتكلم النهاردة عن التحرش، لان دلوقتي بقى في السوشيال ميديا بقى في مواقع كتيرة جدا بتتكلم عن التحرش وبيحصل تحرش على السوشيال ميديا. طبعا موضوع التحرش هو منذ القدم، قديم جدا من زمان، ولكن كان ما بنتكلمش عليه قوي، لان خوفا على مثلا مشاكل تحصل او اي حاجه، والواحد لما يخاف ان هو يتكلم في اي ظاهره غير طبيعيه بيحصل مشاكل كتيره جدا، لان طبعا ما بنعرفش المشكله فين وما بنعرفش نحلها ازاي. وفي الاول وفي الاخر احنا عايزين نطلع طبعا جيل سوي ويقدر ان هو يفيد وطنه. تعالوا نعرف معلومات اكتر عن التحرش ومين السبب فيه. طبعا على السوشيال ميديا كتير جدا يقعدوا يقولوا مثلا مين السبب في التحرش، هل البنت، هل لبسها، هل البيئه، البيت، النشأه. تعالوا نعرف اكتر واكتر النهارده مع ضيفنا العزيز الدكتور عبد العزيز ادم، اخصائي علم النفس السلوكي وعضو الاتحاد العالمي للصحه النفسيه. هنتكلم اكتر عن التحرش، استنونا مشاهدينا بعد الفاصل.